شكرا. مركز عايب الدراجي مركز رجالي مسجل فيه 2301 ناخب موزعون على 5 مكاتب انتخابية. مثلما تفضلتم وحضرتم معنا، انطلقت العملية في وقتها القانوني على الساعة 8 بدون تسجيل أي نقائص، سواء على مستوى التأطير على مستوى العتاد. الحمد لله العملية كما راكم لاحظتوا وكما تلاحظوا الآن هي مستمرة. إن شاء الله الموعد على الساعة 7 إن شاء الله مساء في عملية الفرز. جيت بكرت باش نفوتي، ومول فنفوتي ديما ما رطيش الفوت، خلاص من اللي خلقت وربي يجيب لنا رئيسي يكون مليح ويخدم البلاد ويخدم الشعب. جيت انتخبت لان هذا يعتبر واجب وطني، ونتمنى وتكون نسبه مشاركه كبيره باش حتى الرئيس اللي راح يجي يكون منتخب بنسبه كبيره ان شاء الله. اليوم راني في عمري 77 سنه وراني ننتخب، والحمد لله ونتمنى الخير لبلادنا. تمنيت ان شاء الله يكون الرئيس صالح ويخدم البلاد ويخدم الشعب في ولايه قنشله، ولايه الجزائر كامله.